عشان نفكركم بسؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا النهاردة كان بيقول: صفقة تتمناها لفريقك هذا الصيف محليا أو أوروبيا؟ طبعا وصلتنا إجابات كتيرة جدا، وكان أبرزها محمد رمضان قال أتمنى انضمام بغداد بنجاح للأهلي وبوجبا لريال مدريد. الحمامي قال الصفقة اللي بتمناها بغداد بنجاح في الأهلي أوروبيا تمت خلاص، وهي جريزمان في برشلونة، وأتمنى نيمار يرجع. يحيى المصري قال بتمنى الزمالك يتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب ممتاز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يا ريت الإدارة تتحرك، وكل التوفيق لنادينا الغالي نادي الزمالك، تحياتنا من فلسطين. أحمد جدو قال الزمالك الفترة اللي جاية محتاج مهاجم زي بغداد مثلا، ويبقى كده إفريقيا هتنام من المغرب. إسلام قال أتمنى بغداد بنجاح في الزمالك. آدم محمد قال أتمنى انتقال بليلي لاعب الجزائر للأهلي وعودة نيمار للبارسا. مروة قالت بقاء عواد في الإسماعيلي هي الصفقة اللي بتمناها. أشرف العطار قال أتمنى انتقال عمرو السومة وأحمد الصالح للنادي الأهلي سويا. محمد رمضان قال مساء الفل عليك يا فرح، مساء الفل عليك يا محمد، متألقة ومتميزة يا رب يخليك. أنا أتمنى محمد صلاح لريال مدريد ونيمار لبرشلونة وسواريز للليفر، أنا عايز أعرف رأيك إيه. صالح عرفات قال مساء الخير عليك يا فرح، مساء الفل عليك يا صالح، أتمنى انتقال مافيتين بي جوميز وعبدالله السعيد للزمالك. أحمد رمضان قال مساء الفل عليك يا فرح، مساء الفل عليك يا أحمد، أتمنى محمد صلاح يلعب في ريال مدريد وعودة نيمار برشلونة، منورة تايم سبورتس يا فرح، أشكرك يا أحمد. محمد فخري قال يوسف البليلي في الأهلي.